والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إلا بسن حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. شو أسمعك؟ الأصل في الفاعل أن يتصل، الفاعل كجزء الفعل، ولذلك يسكن الفعل إذا كان ضميرا، كراهة توالي أربع متحركات، والعرب يكرهون ذلك فيما هو كالكلمة الواحدة، فتقول ضرب، إذا أسندتها إلى تاء الضمير تقول ضربت، واضح؟ إذا الأصل الفاعل يتصل يكون بجانب الفعل، وأصل المفعول أن ينفصل، تقول قرأ زيد الكتاب، هذا الأصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، ولقد جاء آل فرعون النذر، اتصل المفعول بالفعل وانفصل وتأخر الفاعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يتقدم المفعول على الفعل، قال تعالى الصلاة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال عذر الله، وتقول زيدا أكرمت، فنقول وقد يجي المفعول بخلاف الفاعل لا يجوز بحال أن يتقدم على الفعل، لأنه كجزئه وجزء الشيء لا يتقدم عليه، واضح؟ هذا نقول وقد يجي الأخرى أخر المفعول إذا خفت اللبس، فتقول ضرب موسى عيسى، لا بد أن يكون المنطوق به أولا فاعلا، أنا أقوله وآخر المفعول لبس حذر، فإن لم يخف لبس لا حرج عليك، تقول أكل الكمثرى موسى، الفاعل واضح المفعول واضح، وتقول أرضعت الصغرى الكبرى واضح، أضنت سعد الحمى واضح، أنا أقوله وآخر المفعول أضمر الفاعل غير منحصر، أو كان الفاعل ضميرا لأن حق الضمير الاتصال بعامله، فتقول أكرمت زيدا، المفعول هنا واجب الانفصال لأنه اتصل الفاعل لا بد أن يفصل المفعول، واضح؟ وأخير المفعول إلا أضمر الفاعل وغيره، فإن كان الفاعل محصورا حقه التأخر، تقول ما أكرم زيدا إلا أنا، لأن محصورا يتأخر غير منحصر، وما بي إلا أو بي إلا منحصر أخر مفعولا أو فاعلا، فتقول إنما قرأ الكتاب زيد حصلت الفاعل، أو إنما قرأ زيد الكتاب لم يقرأ شيئا آخر، لأن قوله وأخير المفعول وما بي إلا أو بي إلا حصل أخر، وقد يسبق من قصدها، وهذا خاص بإلا بشرط أن تتقدم إلا معه، فتقول ما شرب الماء إلا زيد، لك أن تقول ما شرب إلا زيد الماء، أما المحصول بإنما فلا يتقدم بحال، يتقدم المحصول بإلا إذا كان فاعل أو مفعول، لا حرج فيه، لكن لا بد أن تتقدم معه إلا، فلم يدري إلا الله ما هي لنا عشيتنا ناء الديار وشامها، أنا قوله وما بي إلا أو بي إن حصل أخر، وقد يسبق من قصدها، وشاع نحو خاف ربه عمر، شاع اتصاله، شاع أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل المتأخر، لأن أول حالة هذه عاد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة، تقول شاع خاف ربه عمر، وشذ، وبعضهم يقول ممنوع منه ابن هشام، قال لا يجوز، زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر، لأن أول حالة هذه عاد على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وبعضهم جازهم، واستدل بقول القائل جزاء أبوه، جزاء بنوه أبا الغيلان عن كبر، جزاء بنوه أبا الغيلان، اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر، قالوا لا شيء فيها، والله سبحانه وتعالى.